انضم الينا مراسل اخباري عبد العزيز الموينع. اهلا بك عبد العزيز. اذا هذا المهرجان في دورته الثالثه، كيف هي الفعاليات وايضا كيف هو الاقبال على المنتجات الموجوده فيه؟ نعم، شكرا لك زميلي احمد، مسي عليك ومسي ايضا على الساده المشاهدين لقناه الاخباريه. طبعا اليوم احنا متواجدين في ثاني تغطيه لنا للقناه الاخباريه اليوم في مهرجان الحريق للحمضيات في دورته الثالثه. هذا المهرجان الذي كان قد افتتحه محافظ الحريق الاستاذه او عفوا افتتحه محافظ الحريق برعايه امير منطقه الرياض. هذا المهرجان ايضا ضم 96 جناح كما اتى في ثنايا الخبر، شارك فيها العديد من المزارعين بمختلف اصناف الحمضيات. ايضا كان في مشاركه للعديد من المزارعين باصناف التمور وايضا العسل، وتم تخصيص جناح للاسر المنتجه. هذا المهرجان يستمر طوال هذا الاسبوع لمده 7 ايام. ندعو من خلاله ايضا الراغبين بشراء الحمضيات او حتى للاستمتاع بهذا المهرجان بالقدوم هنا الى الحريق للاستمتاع بهذا المهرجان. ايضا يسعدني في من خلال هذا اللقاء ان نستضيف الدكتور فهد المسلم، مدير مكتب وزاره البيئه والمياه والزراعه بمحافظه الحريق، للاطلاع اكثر حول تفاصيل هذا المهرجان. حياك الله دكتور. دكتور، يعني السؤال الاول اليوم، انتم كوزاره البيئه والمياه والزراعه كيف دعمتم مزارعين الحريق بحيث انه يكون المهرجان بهذا الشكل ويكون المنتج ايضا بهذه الجوده اللي رايناها اليوم؟ الحمد لله. في البداية القطاع الزراعي يحظى برعاية واهتمام من لدى الخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومن منطلق هذا الاهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة أخذت على عاتقها دعم المزارعين بكافة منتجاتهم. اليوم تم تدشين المهرجان الحريق للحمضيات الثالث بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة جناح محافظة الحريق. ككل عام يشارك المكتب بجناح توعوي إرشادي لزوار المهرجان، كذلك يبرز أبرز أنواع المنتجات الحمضيات وبعض الآفات التي تصيب الحمضيات. دعم الوزارة مكثف من ناحية بالنسبة للمزارعين من توعية وإرشاد ومكافحة للأمراض ووقاية وتسخير كافة الإمكانيات من كوادر من فنيين وعمالة للمزارعين. طيب، كيف ساهم المهرجان في دعم مزارعين الحريق وساعدهم في أنهم يظهرون منتجهم للسوق؟ طبعا المنتج هذا بيكون رعاية من ناحية المزارعين على مدار العام. ففي موسم القطاف الحمد لله في هذا المهرجان يكون الضوء على المنتجات الزراعية أكبر، بحيث أن يكون التسويق لهم أفضل إن شاء الله على مدار الموسم. شكرا لك دكتور فهد. اهلا وسهلا الكرام. كان هذا حديث الدكتور فهد المسلم، مدير مكتب وزاره البيئه والمياه والزراعه بمحافظه الحريق. اعود بالصوت والصوره لك زميلي احمد في الاستوديو لاستكمال ما تبقى من النشره. يعطيك العافيه عبد العزيز، وباذن الله سنتواصل معك خلال الايام القادمه وايضا النشرات اللاحقه للمزيد عن هذا المهرجان وما يقدم فيه.